كتعيشوا معنا لحظة اختتام أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية كما عشتوا معنا ثلاث أيام ديال النقاش حول مجموعة من القضايا جوهرية واللي طبقات لظاهرة الهجرة من منظور آخر مغاير المنظور الذي كان سائدا واللي هو تحول استثنائي واللي غيسجل التاريخ على مراكش اللي احتضنت المنتدى وغتحتضن المؤتمر العالمي اللي غيتبنى ميثاق ميثاق عالمي من اجل هجره امنه منظمه ومنتظمه طبيعه الحال الخلاصه الاساسيه هو انتزاع رؤيه اللي كانت في السابق كتعتبر فقط ان الهجره هي هجره طبيعيه وبالتالي تهم فقط البلدان بعينها في حين انتقلنا الى وعي جماعي بان ظاهره الهجره او النزوحات البشريه هي ظاهره معقده وهذا بعتها في الامم المتحده وبالتالي يجب اعتبارها اساسيه في التنميه هذا تاكيد اممي 2015 اعتبار كذلك في اعلان نيويورك 2016 بان يجب ان يتم الاهتمام عن طريق صياغه ميثاق في اعلان نيوك صياغه ميثاق عالمي اللي الصياغه ديالو والتفكير فيه وايجاد الخلاصه التوافقيه غتعطي لاول مره مرجعيه كونيه في التعاطي مع ظاهره الهجره معناه انه السياسات الوطنيه هي اساسيه لكن غير كافيه يجب ان تكون متبوعه بتنسيق اقليمي جهوي، ثم ببحث اليات لتنسيق قاري، ثم اليات لتنسيق كوني، فالميثاق يملأ الفراغات هذا ويكون اول تحدي، اول منتدى ساهم 10 سنين في خلق وانضاج هذا الوعي الجماعي، بطبيعه الحال بالاضافه الى اعتبار ان الهجره هي اساس التنميه، اعتبار كذلك ان 258 مليون مهاجر في العالم. واللي منتشرين في كل انحاء العالم، واللي هما غادرين اوطانهم وبلدانهم الاصليه، كيساهموا ب 450 مليار دولار سنويا في التحويلات، اي 9% من الناتج الداخلي الخام، واللي كيشكلوا 3% من ساكنة العالم، وبالتالي هذا الرؤيه بهذه المرجعيه ستملأ واحد الفراغ، اللي للاسف كنلاحظوا بان اشكاليه الهجره تتبقى دائما راهنه نقاش سياسي سياسوي، واللي كيكون حاضر فقط في لحظه الانتخابات. وكيعتبروا فيها المهاجر بانه هو مصدر كل تعقيدات المطروحه الاقتصاديه والاجتماعيه في حين ان المقاربه المتقدمه ان المقاربه الوعيه ان المقاربه الجمعيه يجب تعتبر بانه تدبير الهجره ضروره حتميه والا اي فراغ اممي اي فراغ كوني سيترك المجال الى مافيات منظمه تتجف البشر وتستعمل او تستغل الفراغ لخلق سوق مربحه بالنسبه لها مربحه بالنسبه لها على حساب مجموعه من الابرياء وعلى حساب الفئات الهشه للاسف من نساء واطفال اللي كيتعرضوا الهجرة القسريه اما لظروف بيئيه طبيعيه اي كوارث طبيعيه واما لحروب وتطاحنات اثنيه عرقيه دينيه واما لهشاشه الامنيه في مجموعه من الدول اللي كتضطر ان المواطنين يبحثوا على اماكن امنه تاطيرها وتدبيرها بمرجعيه الميثاق غادي يكون هو النقله النوعيه نحو الاحساس الجميع نعيش في عالم معولم نعيش في قريه صغيره لكن نعيش ونتقاسم قيم هذا العيش المشترك